السلام عليكم، معكم عامر عياصري. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نعرفكم على طريقة ترتيب الملفات بشكل يدوي وكيف ما بدك بويندوز 7. طبعا ويندوز 7 بتسمح لك ترتيب الملفات ضمن خيارات معينة، لكن هي يعني ما بتسمح لك ترتيب الملفات بشكل يدوي أو كيف ما بدك زي ما كنا يعني متعودين بويندوز XP أو ويندوز فيستا. فمثلا هاي هون عندي 5 ملفات موجودات داخل مجلد. ويندوز 7 بتعطيني خيارات لترتيبهن، مثلا هون لو رحنا على سورت ممكن ترتيب عن طريق النيم او ديت موديفاي او تايب او سايز او اسندنج او ديسندنج، لكنك يعني ما بتقدر تحركهم بالماوس زي ما بدك. وحتى تتمكنوا من هذا الاشي راح اعطيكم هاي الاداة اللي هون، هاي الاداة راح اعطيكم اياها، اما راح احط لكم رابطها اسفل الفيديو او راح احط لكم الصفحة اللي اخذت منها هاي الاداة. الاداة هي حجمها اقل من 0.5 ميجا. طبعا هاي الصفحة اللي اخذت منها هاي الاداة اسمها وين هيلب اونلاين، تنزلوا بالصفحة للأسفل. طب بتحملوها من هون، تسيبل اوتو ارانج، بتضغطوا هنا وبتحملوا هاي الأداة. طبعا هي موجودة هون فوق الريجستري اوديتور، بتضغطوا هون وبعد ما تحملوا الأداة بتسكروا كل الملفات وبتحطوها على سطح المكتب. طبعا هاي الأداة هون عندي بعد ما فكت عنها الضغط. حتى يعني تفعل هاي الأداة بس عليك يعني دبل كليك على الأداة زي هيك، ظهر لك زي هيك ريجستري اديتور، بتضغط على يس، ترجع بتضغط على اوكي. وهيك يعني راح يصير تتمكن من تحريك الملفات زي ما بدك داخل المجلد. خلينا نشوف، لاحظوا انه صار بامكاني احرك الملفات زي ما بدي. اي هون مثلا احط هون هون هون، ارتبهم زي ما بدي. يعني لاحظوا لما بضغط على اليمين على الماوس اليمين على فيو بظهر خيار اضافي اوتو ارانج والجين تو جريد. طبعا هذول الخيارين مش موجودات عندكو، يمكن اضغط اوتو ارانج ويصير ان يترتب اني من حال جنب بعض. وحركن مثلا هون، لاحظوا هاي الخط الاسود بين، اذا حركن زي ما بدي يعني نفس نظام ويندو اكس بي تقريبا. يعني كانت هاي هي طريقة ترتيب الملفات بشكل يدوي وكيف ما بدك داخل ويندو 7. بالنهاية لا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا معنا بالقناة، ويعطيكم العافية.